مصدق والله. طب تعالي تعالي اركبي تعالي اركبي. لا لا طبعا ما ينفعش اركب طبعا. ليه ما ينفعش ليه؟ بصراحه يعني وانا اخويا يعني سواقته النية، وطبعا الناس كلها عارفاه وعارفين ان انا اخته يعني، فلو حد شافني اكيد هيروح يقول له. مش هينفع، ده اخويا لو عرف ان انا واقفه معاك ده ممكن يعمل لي كفته، ده ممكن يموتني فيها بجد والله. والله وانا امرك يهمني برضو واخاف عليكي. طب اقول لك على حاجه، في شقه عندي هنا على اول الشارع، ماشي هتيجي معايا ونقعد نتكلم مع بعض في الشقه؟ لا طبعا ما ينفعش، شقه ايه اللي اقعد فيها؟ طبعا ما ينفعش خالص. في العيش ده الباب هيبقى مفتوح والشبابيك مفتوحه. مش هينفع والله خالص كده. طب عاوز اقول لك على حاجه، مش انت كلمتيني يعني المفروض تبقي واثقه فيا؟ ايوه بصراحه، وانا كلمتك يعني انا محتاجه اتكلم مع حد، محتاجه افضفض، ما حدش سامعني ولا حد بيتكلم معايا، فعشان كده انا كلمتك. بص ما تخافيش مني، ولو صدر مني اي حاجه خدي بعضك وامشي وما تتكلميش معايا تاني. ما تخافيش اسمعي مني. ماشي تمام. طب ماشي تعالي ورايا. طب هو كده بعيد؟ هو انا اول الشارع. طب ماشي ورايا. ماشي يلا. يلا بينا فرنسا. لا انا ما خدتش ال 20 جنيه. حاضر والله هديها لك. حاضر خالص. ماما احنا نازلين يا ماما، عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه؟ ايوه يا بنتي استني. ندى. نعم فرنسا. نعم يا ماما. خلي بالكم من بعضيكم. حاضر يا ماما. حاضر طبعا. انا مطمنه على ندى يا فرنسا عشان هي ماشيه معاكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا ماما. والله ما شاء الله عليكي يا بنتي، خامه نظيفه، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب يا بنتي ويخليكي لابوكي والامه. ربنا يخليكي. هتمشوا ازاي يا ندى؟ عسكري كده اهو، الف ماشي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طبعا. لا تبصي جنبك يا بنتي ولا تبصي وراكي. حاضر يا ماما. ماشي يا حبايبي، خلي بالكم من نفسيكم. حاضر يا ماما. يلا استودعكم الله يا حبايبي. لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله يا حبيبتي. ربنا يحفظكم يا رب يا بناتي يا رب. الله الله على الورد وجماله. اول بقى طبعا ما تشوف بكيه الورد ده هتحبني قوي على طول. اقول لها اتفضلي بحبك. العيال دول جدعين. حلو موضوع الورد ده. بحبك. انا مش عارفه اقول لك ايه، ابعد عني زهقت والله. قلت لك ورد انا شفته على النت البنات بيحبوه. يلا يا فرنسا. ندى ندى انا جبت لك ورد انا بحبك. امان عليك امان عليك، انا جبت لك ورد اهو. بالله عليك ها، لو سمحت ابعد عني بقى. طب خدي مني. بالله عليك خدي مني، انا بحبك اهو. حبيتها. ايوه انا حبيتها. الورد ده جاي فرنسا. طب خديه مني. طيب بالله عليك مش قاعدة حاجة. أمانة عليك خدي مني. لو سمحت ابعد عني لو سمحت. الورد الأحمر عوده أمانة عليك خديه. يلا يا فرنسا. قوليها بقى. مش قايلة حاجة. أنا بحبك. أيوه طيب يا حاجة هاني، مستنياكي يا حبيبتي، تشرفي وتنوري. ماشي يا حبيبتي مع السلامة، الساعة 3 مستنياكي.
اتفضلي، مع السلامة. مع السلامة. يا ماما، هي مين الحاجة هند دي؟ الحاجة هند دي يا حبيبتي كانت ساكنة في الدور الأول، عارفة الشقة المقفولة تحت في الدور الأول؟ أيوه. هي بقى كانت قاعدة فيها بس ربنا كرمهم كده واشتروا شقة تانية وراحوا بقى قعدوا في ميامي. اه، دي كانت الحاجة هند دي يا أمنية، صاحبتي الروح بالروح، كنا أنا وهي ما بنفرقش بعض أبدا يا بنتي. فهمت. أمنية. نعم. أنت ما رحتيش المدرسة يا بنتي النهاردة؟ ما يا ماما النهارده يوم رياضي يعني يا ماما، فقلت استغل اليوم واقعد في حضنك يا ماما. يا سلام، اما انت جايه يا بنت، كنت رايحه تنططي ولعبي مع اصحابي. لا انا بحب كده. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب. تعالي 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 اتفضلي، تعالي اتفضلي اقعدي. الأول حاجة قوليلي انت اسمك ايه؟ أنا اسمي سلمى. سلمى، ما شاء الله عليكي، تعجبيني قوي لما أشوفك كده وانت ماشية شايفة العسكري الأخضر كده، ولا بتبص شمال ولا بتبص يمين، بجد عجباني قوي. قلت أنا عاوز أخطبها وأتجوزها، وبجد أنا معجب بيكي قوي. والله يا أستاذ محمود، اللي خليني أصلا أكلمك هو السبب أخويا. اخويا ولا بيتكلم معايا ولا بيسمعني، حتى يا ريت كان عندي ام واب. انا مامتي وبابايا متوفيين اصلا، واخويا مهما اقول له يعني انت عايز اتكلم معاك يزعق في وشي ويصوت في وشي، انت غير سوا بتغلسي عليا طول النهار على كده، ما حدش بيسمعني. يا ريت كان عندي اب وام، والله كنت هقعد اتكلم معاهم، بس هو اللي اضطرني ان انا اعمل حاجه شبه دي، وعمري ما توقعت ان انا اصلا اكلم حد غريب. انت عامله زيي برضو، انا ما عنديش حد يسمعني، ما عنديش ام ولا اب ولا اي حد. ايوه اهلا اهلا عليك. اهلا يا هند، ازيك يا حاجة؟ وحشتيني يا هند، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ والله انك وحشه يا هند. تعالي ادخلي يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي، عاملين ايه؟ الحمد لله يا هند. تعالي يا امنيه. انا وانت شبه بعض وزي بعض. ايوه، عشان نتكلم مع بعض ونسمع بعض. ايوه. طب بقول لك ايه بقى يا استاذ محمود، انا هقوم امشي عشان كده اتاخرت على البيت. لا تمشي ليه؟ انت قاعده معايا، احنا لسه جايين. ما عشان خاطر اخويا، والله لو اتاخرت بجد هيعملني كفته والله. لا 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 لا، ودي له عندي حصه زياده، محاضره زياده، اي حاجه. لا ما هو مش هينفع، ولا ممكن اخويا اصلا فجاه الاقيه في الكليه عندي بيشوفني انا في الكليه ولا لا. طب ماشي، عاوز اقول لك على حاجه، يعني بكره هقابلك ان شاء الله، بس انا هظبط الدنيا كده وبكلمك. رقمي معاك. ايوه. سجليه بقى باسم اي واحده صاحبتك. عادي، اصلا كده كده اخويا مش بيمسك التليفون. اسمع كلامي برضه. تمام، شكرا يا استاذ محمود. ماشي، انا مبسوط قوي ان انا قعدت معاك. هو انا والله مبسوطه اني اتكلمت وحد سمعني، انا نفسي حد يسمعني انا بتكلم والله. انا كنت عاوز اتكلم معاك اكتر من كده. معلش، بكره بقى ان شاء الله. بكره؟ ها؟ ماشي، مستنيكي. تمام، ماشي ماشي، اتفضلي. الورد ما نفعش، انا بقى هديها الدبدوب. ماشي يا فيروز، تقول لي هتلاقي ورد؟ والله العظيم ما سايبك. هنشوف بقى غزل هتعمل ايه بقى. هي قالت لي هتلاقي دبدوب، وانا جبت لها دبدوب وكلب اهو اهو. يا رب بقى تحبني، يا رب تحبني. اول ما شافت الورد عينيها لمعت كده، الورد جاب نتيجه برضه، وباين كده قريب هتقولي بحبك. انا مستنيها قدام الكليه لحد ما تنزل. حبها اعمل ايه؟ استنى ندى بالله عليك، بص انا جبت لك ايه؟ اتفضلي دبدوب اهو، جبت لك ادي دبدوب واحد. يا عم ابعد عني، انا زهقت وما تخلينيش اعلي صوتي في الشارع، لو سمحت ابعد عني. طب بصي بقى الدبدوب ده كمان جبته لك، بصي الكلب ده مش لمه خالص والله. يلا بينا من هنا. طب بصي الدبدوب امانه عليك، خديه بحبك والله. انا مش بحبك، انا بكرهك بكرهك. قوليها بقى قوليها. ابعد عني من ورا قلبك لحد ما تخلصي الكليه. انا فاهم بالله عليك. يلا يا فرنسا يلا.